مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره
يغفر لكم ذنوبكم
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله
قال